فرح وصلنا على محطتنا الطبية، اليوم رح نسلط الضوء فيها على موضوع الإسقاط المتكرر لدى المرأة، أسبابه، شو الجديد على صعيد التحاليل المخبرية والعلاجات تبعه، أكيد مع ضيفنا الدكتور أكرم الأحمر الاختصاصي بالتوليد ومعالجة العقم. يسعد صباحك. يا صباح الفل أهلا ساري، وسهلا هاي دكتور. هاي صباح الخير يا دكتور، صباح النور أهلا فرح، وسهلا فيك. هلا يعني فيكي. اليوم عم نحكي عن مشكلة يمكن كتير من السيدات نسبة معينة تعرضت لها، هو الإسقاط المتكرر. قبل ما نفوت بالتفاصيل، شو هو دكتور الإسقاط المتكرر؟ أولا قبل الإسقاط المتكرر، هو بس رح يكون معنا رقمي، شيء نعم رقمي. هو شو تعريف الإسقاط؟ تعريف الإسقاط هو إنه انتهاء الحمل قبل الأسبوع 20، يعني الشهر الخامس، أو ولادة انه ينزل الجنين اقل من 500 جرام. طب نعم خلينا هلا على الاسبوع 20 وعلى الرقم، هي تعريف الاسقاط. الاسقاط المتكرر هو بالتعريف المطلق الاساسي نعم له هو حدوث اسقاط لثلاث مرات متتاليه، صار اسمه اسقاط متكرر. هون وقتها يستدعي انه بتدخل المريضه او الحامل عفوا بتدخل ضمن تصنيف انه هي صاحبه اسقاطات متكرره، يلي يجب ان نلجا لتدابير مختلفه، سواء مثل ما ذكرتوا بالمقدمه انه فحوصات، تحاليل، اختبارات، يلي هو انه دخلت بهذا التصنيف. هلا امتى هذا التصنيف بيصير حدي اكثر؟ بمعنى انه لما بنجي بنشوف حامل فوق ال 35 سنه صار عندها اسقاط بس مرتين، دخلت بخانه الاسقاط المتكرر لانه هي فوق ال 35. نعم تمام. هلا لما بنيجي بنلاقي ببعض الحالات الاخرى، خاصه موضوع القرابه، لما بيكون في قرابه بين كلا الزوجين، انه صار كمان اسقاطين، صارت دخلت ضمن خانه الاسقاط المتكرر. اذا هو بالاساس ثلاث مرات ورا بعضهم، بعض الحالات لا مرتين، نعم يؤدي انه دخلت بتصنيف الاسقاط المتكرر بما يستدعي من تبعات لاحقة لهذا التصنيف. نعم، يعني دكتور عدة أسباب يمكن نعم تؤدي للإسقاط. أحيانا ما رح نحكي نحن مثل ما بيحكوا هيك بين بعض النساء، إنه أنا عندي شوي ضعف بجسمي، يعني كل واحد بحلل على كيفه، طبعا ولكن طبعا الحل الجواب اليقين هو بيكون عند الدكتور. طبعا أحيانا الوراثة بتلعب دور بهذا الشيء ولا لا؟ الوراثة يعني ناحية القرابة قصدك تماما بين تماما الزوجين، ايه بتلعب دور أساسي جدا، غير لأنه تشوه. ايه طبعا. هلا غير موضوع التشوهات الأجنة، لسبب بسيط سالي وفرح، انه هو موضوع الوراثة، انه اذا في عنا بعض الأخطاء الصبغية يلي قد تكون موجودة بالنطفة او بالبويضة او بكليهما معا، لما يكون في موضوع قرابة صارت ممكن تعبر عن ذاتها اكثر، وبالتالي انه الجهاز المناعة بيكتشفها بالجسم انه فيها شذوذ صبغي وبينهي الحمل بشكل مبكر. تمام. هلا من اهم الاسباب عنا اياها، خلينا نرجع انا وياكم متعودين مع مشاهدينا على لغة الارقام. تمام تماما اوكي. خلينا نقول عنا 100 حالة اسقاط متكرر، بنلاقي حوالي 70 ل 80% منهم هن الشذوذات الصبغية، نعم يلي مثل ما قلنا قبل شوي بتزيد عند لما بيكون في قرابة قرابة شديدة بين الزوجين. طيب بنكمل بقية الأسباب. في عنا أسباب بيئية، بمعنى التدخين، الكحول، القهوة، هلا ممكن نمرق عليهم. في عنا أسباب غدية موجودة تشكل حوالي نسبة 5% تقريبا، يلي هي خاصة تتعلق بالغدة الدرقية، نقص شديد بنشاط الغدة الدرقية، أو ببعض الحالات فرط نشاط بالغدة الدرقية. طيب في عنا كمان بعض الآفات التشريحية. هلأ لأنه بدنا نلاحظ شغلة أنا وياكم، أنه بحسب السبب بنلاقي نسبة نجاح بالحمل القادم المرغوب به لما بتتم المعالجة المناسبة. هلا بنرجع للاسباب التشريحيه، اللي قد يكون عندنا حجاب ضمن الرحم. المقصود بحجاب ضمن الرحم هو وجود حاجز، بمعنى انه هذا الرحم بدل ما يكون جوف واحد فارغ وعم يتعبى بحمل، اذا كان في حاجز جواته صار كانه جوفين صغار ولا واحد منهم بيسع حمل لحاله. نعم تمام. اوقات بعض البوليبات الموجوده ضمن الرحم يلي هي ممكن تاثر على هذا الموضوع. نعم. طيب بنلاقي بعدين انه في عنا شيء اسمه قصور الطور اللوتيني، المقصود فيها ما راح اتعمق فيها لانه هي صعبه كثير، انه النصف الثاني من الدوره الشهريه بعد ما بيصير فيه الالقاح وقت الاباضه، بدنا نجي لمرحله التعشيش بعد حوالي اسبوع من الالقاح، هون في عنا الطور اسمه الطور اللوتيني من الدوره الشهريه لكل انثى. هذا الطور اللوتيني يعني بمعنى في هرمونات موجوده فيه، قد يكون في عنا قصور بالهرمونات الموجوده يلي
تساهم انه هالبويضه اللي تم تلقيحها تقدر تعشش بسلام وبقوه وتكمل الحمل. فلذلك منلاقي انه اغلب حالات الاسقاط المتكرر بتكون بالثلث الاول من الحمل، يعني عند لغايه الاسبوع 12. ومنلاقي خليني اقول بقى رقم طبيعي انه حوالي نسبه 40% من الحمول المثبته، يعني بويضه تلقحت تفشل بالتعشيش، او لما بيجي موعد الدوره القادم تتاخر ليومين ثلاثه، او على نفس موعد الدوره بيصير في عنا شيء نزيف. الست بتفكره هو دورة، بس دورة معنا منتظمة، دورة مواصفاتها غير طبيعية بالنسبة إلها. هو منقول قد يكون أنه في حمل، بمعنى صار في إلقاح، محاولة للتعشيش فاشلة، تجي على موعد الدورة برمية الرحم بيطلعها خارجا. إذا منلاقي عنا مجموعة أسباب مختلفة هنا ممكن فصل. إذا بدنا نكمل دكتور شوي بقصة الأسباب وبعض الأفكار الشائعة، بعض الأشخاص أو الكبار بالعمر بيقولوا يمكن العمر بيلعب دور بعملية الإسقاط إذا كانت الوحدة يمكن فوق 35 أو ما بعرف شو العمر اللي بيحددوهن. هل العمر دكتور فعلا يمكن سبب من أسباب الإسقاط المتكرر؟ شكرا فرح على هذا السؤال، مهم جدا. الشريحة العمرية للحامل هي جدا مهمة. سواء كانت بنلاحظ انه نحن نقول شريحة عمرية، بنقول عنا شريحتين. الشريحة الاولى اللي بنكون لساتها يا دوب بعد البلوغ، ونحن في عنا ببلادنا كتير حالات زواج مبكر، هي الشريحة. والشريحة الثانية كمان عم بيصير في عنا هلا ببلادنا بسبب ظروف الحرب القاهرة هاي، انه حالات زواج متأخر. هلا هدول الشريحتين ممكن نشوف عندهم مشاكل بالحمل ومنها الإسقاط المتكرر. ولكن منلاقي عند الشريحة الأعلى عمراً يلي فوق 37-38 سنة زادت أكثر بكثير نسبة حدوث الإسقاطات. هلأ هل هو يتعلق مثل ما قلنا بقصور الطور اللوتيني؟ ميبي، ما بنعرف، مو متأكدين. هل هو يتعلق أنه بقى بلشت الشذوذات الصبغية يلي موجودة بالبويضة عندها؟ ممكن. هل هو يتعلق بعمل؟ لأنه من أهم الأسباب كمان، يعني ولو تشكل أنه حوالي 3-4% هي الأسباب المناعية يلي أنه تؤدي الإسقاط المتكرر. هل أنه الجسم لما السيدة الحامل وصلت هي الشريحة العمرية عم بيؤدي أنه جهاز المناعة تبعه أنه عدل من عمله؟ لأنه منلاحظ نحن شغلة لما بيصير الحمل، نحن بنعرف جهاز المناعة بيتعرف على الجسم صاحبه صديق بده يدافع عنه. طيب ما بالك يعني شوف ترتيب الرباني المهول بهي القصة، انه لما بيصير في عنا حمل انه كيف جهاز المناعة بيقدر يتحمل جنين ومشيمة وسائل أمنيوسي كامل، وهو جسم غريب بالمطلق عن جسم المرأة الحامل، ولكن جهاز المناعة بيعدل من سلوكه وبصير بيتحمل بيتقبله وبل يدافع عنه. فلذلك منشوفه عند هي الشريحة العمرية الأكبر على مشان سؤالك. فرح. نعم. يعني دكتور حتى في ممكن أدوية معينة بتاخدها الحامل بالأشهر الأولى ما بتكون عارفانة حالة حامل. أي طبعاً. فبتاخد أدوية، وأحياناً لا بتكون عارفانة حالة حامل ولكن تستخدم أدوية يمكن هي دائماً بلا استشارة الطبيب. كمان الأدوية قديش كمان عنصر مهم بعملية هي الإسقاط. قلة الوعي، هي قلة الوعي فيها. هي هلا الأدوية الحقيقة هي أكثر ما أنا عنصر مهم بموضوع الإسقاط، هي عنصر مهم بموضوع تشوهات الأجنة أو يلي تؤدي لحالات أنه بالثلث المتوسط للحمل، يعني بعد الأسبوع 12-13-14 لغاية الأسبوع 20، أنه هي ممكن تؤدي وقتها لولادة مبكرة. فهذا السؤال مهم كتير وبيدخل ضمن العوامل البيئية المحيطة بالحامل أنه تأخذ أدوية من تلقاء نفسها. تمام. دكتور إذا بدنا ندخل شوي بمسألة العلاج، الخطورة بتبلش من الإسقاط الثاني أو الثالث، أمتى بنقول أنه فعلا السيدة هون بحاجة للعلاج والإسقاط صار مخيف وهي بخطر؟ هلأ خليني أقول أنه كلمة مخيف فرح يعني في إلى وفي علي الحقيقة. خلينا نوضحها لأنه هي كلمة دقيقة تماما. أنه خليني أقول هلأ إذا تم تدبير السبب باختلاف الأسباب اللي حكينا عنها نحن مع الفحوصات الضرورية يلي منها تتضمن فحوصات مخبرية، تحليل بعض الأضداد المناعية إذا كان سبب مناعي، الفحص النسائي أخذ لطاحة من عنق الرحم إذا كان قد يكون من المرجح سبب إنتاني لأن نسبتها 4-5%، صورة ظليلة مثل للرحم مشان نشوف إذا في تشوهات ضمن الرحم ولا لا، الفحوصات المخبرية الهرمونية الدقيقة. هلأ منقول وقتها أنه حتى اللي صار عنده 3 إسقاطات لما منلاقي تدبير المناسب
لحسب السبب. هلا بنلاقي السبب الاولاني اللي ذكرناه انه اعلى نسبه فيه للشذوذات الصبغيه الموجوده فيه، تمام. هلا هذا الحقيقه موضوع الشذوذات الصبغيه لا نملك طيف واسع قدامنا بالتقديم المساعده عبر العلاجات المختلفه غير تكرار حدوث الحمل مع الدعم النفسي الشديد لكل حامل عندها هي القصه. طيب هلا انا بنجي للعلاجات، انه بيجي بشوف انه اذا اخذنا التشريح، نحن مثل ما قلنا اسباب التشريحيه، طيب اذا في حجاب ضمن الرحم هذا علاجه بكل بساطه انه نحن بنعمل ازاله لهذا الحجاب، نحط لولاب او لولابين ضمن الرحم حوالي شهرين ثلاثه مشان ما ترجع تصير التصاقات عليه وبتاخذ فرصه حمل عاليه كثير. اذا في بوليب بنستأصله. طيب اذا كان السبب انتاني مثل ما قلنا، في عنا انتانات بنعالجها، في عنا تقرح بموقع الرحم نخلص منه بنعالجه. اذا كان السبب هرموني، طيب اوكي سبب هرموني قصور بالغده الدرقيه مثل ما حكينا مندبره نحن بهي الحاله. طيب هلا نحن بنقول اذا طيب السبب مناعي كمان ببعض الادويه، هلا من تجربه شخصيه انه نحن ممكن نفكر نعمل التالي: نمنع المريضه عن او الحامل، نمنع الحامل عن الحمل لمده 3 شهور اذا كان شكنا مناعي او خثري، انه عم تتشكل خثرات صغيره ضمن الاوعيه الدمويه اللي بتغذي المضغه هي الموجوده بالرحم او ما عم تخليها توصل توعيه دمويه كافيه لتتابع نموها. فلذلك انا بقول انه ممكن نبدا باعطاء كورتيزون بجرعات خفيفه لتعديل رد الفعل المناعي اللي تساهم بالتراكم. ممكن وقتها نبدا بعدين لما بيصير عندنا الحمل ممكن نبدا فورا بادويه مميعه بجرعات عالية إبر، ممكن تأخذها كل فترة الحمل حتى لما بعد الولادة بحوالي 15 يوم. تمام. هلأ برجع بقول في عنا أسباب بنقدر نكتشفها يقينية، في عنا أسباب ظنية. بمعنى إذا بتسمحوا لي وضحها سيداتي، إنه هو كأني عم ركب بازل أنا وياكم، هلأ لوحة البازل كل ما منحط قطعة بمحلها مزبوطة ممكن ناخد لوحة كاملة بالأخير. فهذا هو التارجت لما الدكتور بده يقعد يعمل دراسه للحاله، يحطها بالتصنيف ويعمل دراسه، يحط التدبير المناسب وبعدين خطط العلاج المناسب. نعم. يعني دكتور خلينا نحكي عن حالات بيتم فيها اسقاط لاول مره، بتكون المراه حامل بيصير عندها عمليه اسقاط، بتجي بالحمل الاخر عند الدكتور، في شيء معين لازم الدكتور يحدد لها؟ وخلينا نحكي عن ابر المثبته للحمل، امتى بتنعطى، امتى لازم تنعطى، ويعني باي شهر، وامتى ما بتفيد هي. هلا بالنسبه لموضوع الحالات مثلا مثل طفل الانبوب او الحمل المساعد باي طريقه اخرى، حتى الحمل المساعد بالشيء اسمه الاي او اي، يعني حقن السائل المنوي ضمن الرحم، اوكي هي نحن بكل شيء حمل مساعد بنقول نحن لازم نعطي مثبتات حمل، واخر دراسات بتقول بجرعات عاليه لغايه على الاقل الاسبوع 12، يعني نخلص الشهر الثالث يلي هي مرحله تشكل اعضاء الجنين. اوكي طيب هلا بنجي بنقول بعدين ايمتى بنعطي مثبتات الحمل لوحده حامل هلا سقطت اول مره وهلا جاي حمل الثاني لها؟ هلا بدي اكون صريح انه نحن اطباء بنعطي اوقات مو لقناعتنا انه هو رح يفيدها، بنعطيه لسبب اجتماعي ونفسي بيريح المريضه. اولا نفسيا انه هي عم تاخذ مثبت وبقيه الجيران وبيت الاحمى ما رح حلوه تتحرك، وهو عمليا هذا الكلام ما بيفيده ابدا للراحه المطلقه بهالحاله الا اذا كان في نزوف او شيء بشكل وقائي انه خلوها مسطحه وبدس بدها تقوم حدا بيها وهو ما بياخذ يعني على المغسله وعلى التواليت. لا 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 مو هيك، هي ما غير مثبته. بس تمام. دكتور نحن لازم نعمل حلقه خاصه بس كيف يتعاملوا مع المرأة الحامل وكيف يحلوا عن المرأة الحامل بعده عنا خالص. إذا بتسمعي شو بنسمع بعياداتنا نصائح كان أمهاتنا دكتور والقبل كانوا يعني يشتغلوا ويعملوا كل شيء ويجي الأولاد هيك بكل أريحية لما تمالت تماما تدروا حالي عارضة تماما. فبرجع الموضوع مثبت الحمل إنه نحن بنعطي اجتماعيا انه مشان ما جارتها ولا اختها انه اذا صار معها شيء بتلاقي عليكي لو عطاكي الدكتور مثبت حمل ما كنتي روحتي. هذا السبب. نعم. تمام عم بكون واضح تماما معكم. السبب الثاني انه نفسيا هي بترتاح انه انا اخذت مثبت حمل عملت اللي علي، هيك الحامل بتقول. هلا هون قد تختلف الجرعه، مع العلم انه اذا اول حمل والحمل الثاني ما في داعي تاخذ شيء لا مثبت حمل ولا راحه مطلقه. نحن متفقين انا وياكم ومشاهدينا انه يا رب نقدر نوصل لتارجت هدف كثير مهم انه نخلي تجربه الحمل تجربه مميزه نتذكرها بذكريات مو مرضيه ابدا وليست تجربه مرضيه. نعم.
نعم، يعني حديث جميل ويطول معك دكتور أكرم الأحمر. دائما من خلال فقرتنا الطبية عدة نصائح أكيد بيكون فادت جميع مشاهدينا. نتشكر وجودك معنا، وإن شاء الله هيك نهارك حلو ونهاركم أحلى يا رب. شكرا لك دكتور، نتمنى الصحة والسلامة لجميع السيدات. إن شاء الله. شكرا لك.